هنادي نذهب أنا وأنت إلى وعي الأمراض الجسدية والنفسية أيضا، يعني دعينا نتحدث عن جائحة كورونا وهي آخر ما تعرض له العالم. صحيح. اليوم يبدو أن وعي العالم للمخاطر الصحية بعد جائحة كورونا مشاهدين دفعهم للاستثمار أكثر في تأمينهم الصحي. كانت بمثابة جرس الإنذار. صحيح. للناس اليوم وبعد تعافي العالم تدريجيا من الجائحة، هل يبقى الاستثمار في التأمين على حاله؟ تتابع هذا التقرير. رجح تقرير صدر حديثا عن معهد سويسري أن يؤيد تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا إلى انخفاض الطلب على التأمين وارتفاع تكاليف المطالبات في تأمين الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة، ورجح أن تتجاوز قيمة الأقساط العالمية 7 تريليونات دولار للمرة الأولى في عام 2022، وذلك بسبب تشدد في الأسعار مع نمو بنسبة 6.1% في إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات والحياة في عام 2022. ويستند هذا التوقع إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوي للأقساط في الأسواق الناشئة، بالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى 17% عما كانت عليه في بداية أزمة كورونا، مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده. ويرجح التقرير أن ينسحب هذا الأمر أيضا على العام المقبل مع توقع نمو إجمالي أقساط التأمين على الحياة والممتلكات، وينصح بعض الخبراء أن يحاول قطاع التأمين على الحياة الاستفادة من زيادة الوعي بالمخاطر والإقبال على التفاعل الرقمي. للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي مازن إرشاد. سيد مازن صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وصباح الخير وسعد صباح المشاهدين جميعا. شكرا لك. يعني بداية السؤال اللي بيطرح نفسه عن تأثير جائحة كورونا على قطاع التأمين بشكل عام، هل شهد أو شهدت تلك الفترة نموا أو تراجعا خلال العامين الفائتين؟ نعم، بطبيعة الحال أكيد جائحة كورونا أضرت بجميع القطاعات الاقتصادية في العالم ما عدا قطاعات محددة ارتبطت بالجائحة بشكل إيجابي، ولكن قطاع التأمين أيضا كان من القطاعات الاقتصادية اللي تتضررت طبعا بطبيعة الحال من الجائحة نتيجة إغلاق القطاعات الاقتصادية، إغلاق الشركات والمصانع، وبالتالي ارتفاع المطالبات لهذه الشركات لتعويض خسائرها بطبيعة الحال، وهذا طبعا أدى إلى تراجع نمو الأقساط في يعني لدى قطاع التأمين العالمي بحدود 1.5 إلى 2% خلال عام 2020. بعد ذلك بدأ يعني يطرأ يعني تحسن نسبي تدريجيا بعد يعني عودة القطاعات ويعني المصانع اللي فتح أبوابها مجددا، وخففت من يعني الخسائر اللي تكبدها هذا القطاع تحديدا في العالم. بالعودة إلى التقرير الذي تابعناه منذ قليل، من ضمن ما ذكروا أن العالم سيشهد زيادة في طلب شركات التأمين على الممتلكات التجارية، لماذا برأيك وما علاقة ذلك بالأوضاع الاقتصادية في العالم؟ يعني من ناحية منطقية خلينا نقول عادة لما تفتح الشركات أبوابها وتفتح القطاعات الاقتصادية في العالم ومصانعها وغيرها، طبيعة الحال أيضا يعني رح سوف يشهد العودة بشكل طبيعي كما كان هو الحال عليه قبل جائحة كورونا، وبالتالي تبدأ الشركات ب يعني تجديد اشتراكاتها بالتأمين بمختلف أنواعه، ممتلكات الحياة وغيرها، وطبعا شفنا كيف طبعا أدى ذلك إلى تحسن خلال عام 2021، شفنا هنالك ارتفاع بأكثر من 3%، أيضا خلال العام الحالي هنالك توقعات بأنه تشهد أيضا نمو يعني لا يقل عن 3.5% مقارنة بالعام الماضي، هذا نتيجة فتح القطاعات بطبيعة الحال ويعني ارتفاع يعني الاشتراكات فيما يتعلق بتجديد أو
يعني البدء مجددا ب يعني فتح اتفاقات جديده مع شركات في العالم فيما يتعلق بالتامين من اجل تامين يعني ممتلكاتها سواء كان سيارات او الات او معدات نعم. وغيرها، وهذا طبعا ينعكس بشكل ايجابي حتى على شركات التامين. طيب هذا بالنسبه لشركات السيارات والتي يعني تمتلك الكثير من الاشياء، ولكن ماذا بالنسبه للعمال نعم. والعمل والعوده الى العمل في المكاتب؟ هل سيؤثر هذا الوضع على واقع تامين الشركات؟ ذكرت قبل قليل بأنه هنالك ارتفاع في الوعي، الوعي لدى العمال، الأشخاص العاديين وحتى الموظفين بشكل عام نتيجة هذه الجائحة، وشفنا كيف كان تأثيرها، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات وجوانب صحية أثرت على صحة الأشخاص والعمال بشكل عام، وبالتالي هذا التقرير اللي بتتحدثوا عنه كمان أيضا بيتوقع يكون هنالك ارتفاع حتى على جانب الأشخاص اشتراكاتهم فيما يتعلق بالتأمين الصحي للحياة بطبيعة الحال، لأنه مثل ما ذكرنا كان هنالك انعكاسات وتأثيرات حتى على الأشخاص احنا كمان سواء كان عمال أو غير عمال بطبيعة الحال، لأنه شفنا كيف كان له تداعيات سلبية على الصحة العامة في العالم، وبالتالي منطقي جدا أنه يتحدث التقرير وحتى المحللين بشكل عام أنه يكون هنالك توقع في نمو التأمين على الحياة خلال مش بس خلال العام الحالي ولكن حتى خلال الفترة المقبلة بطبيعة الحال. لكن بالرغم مما تفضلت به حضرتك، التقرير ذكر بأنه بالنسبة إلى تأمينات الأشخاص توقع التقرير انخفاضها. أولا، هل برأيك هذا الأمر سيكون سمة في كل دول العالم، وفي أي فرع من فروع التأمين متوقع أن يكون الانخفاض؟ نعم، هو احنا من نعرف أن هنالك أنواع من التأمين. أنا اللي تحدث عنه قبل قليل هو التأمين على الحياة تحديدا فيما يتعلق بتأمين الأشخاص، لكن قد تكون طبعا أنواع أخرى مثل الممتلكات بطبيعة الحال. هنالك نعرف أن هنالك تأمين شامل وتأمين إلزامي. التأمين الشامل بدأ يتراجع لأسباب أصبحت معروفة، لما يكون هنالك تضخم مرتفع في العالم، وشهدت في الولايات المتحدة أكثر من 8.5% و9%، في الاتحاد الأوروبي نفس الشيء، وحتى في منطقتنا العربية لما يكون هنالك ارتفاع عالي في التضخم وقياسي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لدى المواطنين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم بطبيعة الحال، خصوصا الدول اللي بتشهد معدلات تضخم مرتفعة، وبالتالي هنالك إعادة لتحديد الأولويات لدى الأشخاص، بدل ما يكون هنالك يعني تأمين على جميع أنواعه سواء كان ممتلكات وحياة وغيرها، أصبحت الأولوية فقط أكثر في خلال الفترة الحالية أن يكون هنالك تأمين على الحياة أكثر مما يعني على الممتلكات مثلا وغيرها، لأن مثل ما ذكرنا تأثير التضخم وارتفاع الأسعار قلصت من القوة الشرائية لدى الأشخاص في العالم تحديدا. نعم، طيب سيد ماجد، يعني إذا ما تحدثنا عن واقع قطاع التأمينات الصحية في العالم العربي لو سمحت، كيف تبدو اليوم بعد كل هذه الأزمات والأزمات الاقتصادية التي يمر بها أصلا العالم، يعني ليس فقط العالم العربي؟ القطاع التأمين خلال فترة كورونا تأثر بشكل سلبي مثله مثل أي قطاع آخر تأمين في العالم، ونفس الشيء فيما يتعلق بتحسنه خلال العامين الماضيين، لكن العائق والتحدي الأكبر لدى الشركات وحتى لدى الأشخاص هو ارتفاع التضخم مثل ما ذكرنا قبل قليل. يعني لو كانت جائحة كورونا خرجنا منها سالمين ولم يكن هنالك مشاكل جيوسياسية كما هو الحال بين روسيا والغرب لكان التحسن مضطرد بشكل أكبر، وحقق هذا القطاع نمو جيد أكثر من 3.5%، قد تجاوز 5%، لكن الظروف الحالية أيضا أثرت على الوطن العربي، قطاع التأمين تحديدا، ارتفاع التضخم وحتى ارتفاع معدلات الفائدة عالميا وحتى في المنطقة العربية له تداعيات سلبية على القوة الشرائية لدى المواطنين وحتى في تقلص ربحية الشركات. هذا يدفع إلى السؤال سيد مازن، الطبقة الوسطى والفقيرة هل ستدفع ثمن هذا التضخم والأزمة الاقتصادية بأن تستغني عن تأميناتها إن كان الصحية أو في كل مفاعيل الحياة؟ طبيعة الحال نعم، يعني أنا ما بدأ الطبقة المتوسطة أيضا تأثرت بشكل كبير فيما يتعلق بالجائحة، فما بالك عندما نتكلم عن الطبقة الفقيرة اللي
كانت يعني لا تنخرط بشكل كبير فيما يتعلق بأقساط التأمين أو الاشتراكات التأمين حتى قبل جائحة كورونا. الطبقة المتوسطة هي الأكثر تضرراً طبعا بالإضافة إلى الطبقة الفقيرة، لكن الطبقة المتوسطة كانت يعني تشارك بشكل أكبر في يعني اشتراكات الأقساط بمختلف أنواع التأمين، لكن مع ارتفاع الأسعار والتضخم ويعني عدم وضوح الرؤية. يعني صح أنه معدلات التضخم مرتفعة، لكن لا أحد يعلم يعني إذا احنا وصلنا إلى قمة هذه الارتفاعات فيما يتعلق بارتفاع الأسعار. لا تزال الأزمات الجيوسياسية متواجدة، أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية مرتفعة ولو أنها سجلت تراجعات خلال الشهرين الماضيين، لكن هذا هو التحدي لا يزال قائم، وبالتالي رح تؤثر على الطبقة الوسطى وحتى على قطاع التأمين بشكل عام عربيا وحتى عالميا طبيعة الحال. نعم، إذا الخبير الاقتصادي مازن إرشيد كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والمداخلة أيضا.